السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. لا يزال مشروع الموازنة الاتحادية يقف على قدم واحد في بيت التشريع، فعلى الرغم من الأجواء الإيجابية لمسار التعديلات خاصة فيما يتعلق بمعالجة حجم العجز المالي، إلا أن فقرة التفاوت في التخصيصات بين المحافظات واستحقاقات الإعمار فيها يراها نواب أنها كفيلة بمسببات إعادة هيكلتها، بما يجنب البلاد مزيد من المطبات الخاصة وأنها لثلاث سنوات، إذ أنها الاستمرار بهذا المسار يعني إجحاف لحقوقها وتقزيم لفرص الرخاء، ومعالجة هذه الثغرة للموازنة الأضخم في تاريخ البلاد ممكن من خلال هامش التعديل والمناقلة في الأموال، وهو ما يعني رصيد أكبر في بطاقة العبور لتجنب مزيد من التأخير اللي يضر الاقتصاد والحاجات الأساس. أما في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة، فإن تطبيق المنصة الإلكترونية اللي تعد انتقالة نوعية من حيث التعاملات المالية، واللي جاءت كرغبة وطنية توفر الأرضية المناسبة للتعاملات المالية، فضلا عن كونها مدعومة لرؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية، هذه الأتمتة الإلكترونية ضرورة ملحة كونها تنظم القطاع المصرفي في العراق وإجراءات الحصول على العملة الصعبة. ورغم قصر مدة انطلاق العمل بها، إلا أنها حدت من عمليات تهريب العملة وقلصت اللجوء للسوق الموازية. هذين الملفين راح نناقشهم في حصادنا لهذه الليلة تباعا مشاهدي الأحبة، ونفتح هذه المحاور مع ضيوفنا الكرام. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة. أرحب بضيفي الكريمين، الدكتور نديم الجابري النائب السابق والسياسي المستقل، حياكم الله دكتور ضيفا كريما. حياكم الله. وكذلك حياكم الله وبياكم. وكذلك أرحب بالسيد النائب محمد الشمري النائب عن ائتلاف دولة القانون، ينضم معي عبر الأقمار الاصطناعية بالصوت والصورة. أهلا بكم ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ محمد الشمري، نتحدث عن جدلية تخصيصات المحافظات، هي حاضرة مع كل موازنة لكنها هذه المرة أخذ الطابع يتسم باتساع، حياكم الله، هذا الطابع يتسم باتساع دائرة الرفض لكونها موازنة لثلاثة أعوام. أي نتحدث هنا عن مقدار الضرر، هل سيكون مضاعف؟ وحضرتك متخصص في من خلال لجنة الأقاليم والمحافظات، هذه الموازنة توصف بأنها أنصفت الوزارات ولكنها أضرت الأقاليم والمحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم الدكتور الجابري ولمشاهديكم الكرام. حياكم. الحقيقة قضية الموازنة وحصص المحافظات وبالنسبة للوزارات هي نسبة مجحفة وضعيفة وقليلة جدا، وتركز مفهوم المركزية، يعني هنا باتجاه الحكومة تسير باتجاه المركزية في حين التوجه العام باتجاه اللامركزية. هذا الموضوع حقيقة إذا أمكن معالجة الصوت لأنه دا يرجع بإذني كلش قوي. نعم، إحنا نسمعك بشكل واضح أستاذ محمد، أتمم الفكرة لو سمحت. نعم. فهنا تقسيم حصص الحصة بين جناحي التنفيذ للحكومة الوزارات والجناح الثاني المحافظات،
جناح الوزارات تغلب بشكل كبير على المحافظات بحيث خصص له مبلغ 40 تريليون، في حين إجمالي المحافظات عدا إقليم كردستان 15 محافظة خصص لها مبلغ 2.5 تريليون، وكما ترى الفرق كلش شديد وواضح جلي وبين. هذا ينطي قوة للوزارات وقوة للمركزية، سيطرة المركز على المحافظات. هذا الموضوع طبعا بخلل، خلل الأول أنه ضد التوجه العام. الخلل الثاني الحقيقة دائما المشاريع المنجزة في المحافظات هي المشاريع التي تشرف عليها المحافظات، بينما المشاريع الوزارية نجد فيها الكثير من التلكؤ. اليوم الحكومة نعم نجد عندها عزم ونجد عندها رؤية وهمة في معالجة الأشياء، وخاصة في الباب الخدمي حيث بدأت بداية قوية ولا تزال مستمرة، لكن هذا الجانب يعني ما يكون مدعاة لإضعاف المحافظات. اثنين، موضوع المحافظات، ميزانيتنا أقرت لهذه السنة وهي تستمر لثلاثة أعوام لوزيري المالية والتخطيط حد التغيير بها بنسبة 5%. هذه القضية حقيقة خطرة جدا، هي بنفس الوقت رسالة اطمئنان للشارع أنه الأمور من الآن ولمدة 3 سنوات هي مستقرة وتتجه باتجاه الاستقرار والاطمئنان، لكن بنفس الوقت المعطيات غير ثابتة غير مستقرة، خاصة أن العراق يعتمد على قضية بيع النفط ويشكل وارد العراق بالموازنة 91% منه هو بيع النفط. هذا حقيقة خطر، أنت تعتمد على أنه سعر البرميل 70 دولار منها ل3 سنوات، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله يقول له بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هسه من يدري باكر عقبة؟ إذا صار توافق في الحرب الأوكرانية الروسية قطعا سيلقي ظلالة على أسعار النفط، سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وعليه القضية يعني لا تخلو من خطورة. طيب اسمح لي أستاذ محمد أن أنتقل للدكتور نديم الجابري. دكتور نديم، نتحدث عن جدل التخصيصات المالية للمحافظات، يشير إليه السيد النائب بأنه المشكلة كانت هي في 3 سنوات والوزارات التي استحقت على حساب الإدارات المحلية، هل هذا الجدل هو طبيعي أم تجاوزنا به مراحل لم تكن موجودة في السابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم، تحياتي إلى الأخ العزيز أستاذ محمد، تحياتي للمشاهدين الأفاضل. واقعا في كل الموازنات اللي أدرجت على جدول أعمال مجلس النواب أنا ألاحظ عليها نقطة إجمالية، يعني مو فقط على هذه الموازنة وإنما على كل الموازنات اللي مرت خلال السنوات الماضية. كل الموازنات لم تبنى على فكرة، يعني لم تبنى على فلسفة معينة تتسق مع نظام الحكم وشكل الدولة، وأيضا خالية من الأهداف. يعني عادة الموازنة لازم تكون بأهداف، يعني أنا خلال هذه السنة ماذا أريد أن أحقق، يعني هاي الأرقام اللي أوزعها واللي تدوخ الناس لما يقرأوها، كنت بالنتيجة أكو هدف أريد أن أصل إليه. أنا لاحظت في كل الموازنات ما في هدف، يعني مجرد أموال تجمع وتوزع، يعني شو مثل دخل البقال تتوزع وبعدين تتوزع. يعني الهدف اللي تقصده دكتور أنه في الاستثماري باعتبار أن التشغيلي شيء ثابت. شوف أنا ليش أقول هدف وأكو فلسفة معينة، لأنه أغلب يعني اللي استلموا مقاليد الحكم هم أصلاً ما مؤمنين بالخيار الفيدرالي في العراق، يعني باستثناء القيادات الكردية. هذه فلسفة الدولة اليوم هي الفلسفة الفيدرالية، فأنت لما تكون عندك حاضرة الفلسفة الفيدرالية في إدارة الدولة وشكلها، إذن
أنت ملزم طبقا لهذه الفلسفة، ملزم أن تحول الموازنة مالتك إلى موازنة محافظات وليس موازنة وزارات، لأنه أنت ملزم بتقوية السلطات المحلية. وهذا الحقيقة اللي يعني يغيب كثيرا على الحكومة الحالية وعلى الحكومات السابقة، يعني تتصرف بمنهج الدولة الاشتراكية، بمنهج الدولة البسيطة وليس بمنهج الدولة المركبة. ولذلك تشوف الآن كان القصة صارت أكثر وضوحا عندما أنصفت الوزارات ولم تنصف المحافظات، ربما يعني تم استغلال غياب مجالس المحافظات لترتيب الموازنة بهذا الشكل. لكن هذه المشكلة راح تثار، يعني بما أن الموازنة 3 سنوات إذا لابد أن تثار هذه المشكلة، لأنه صار تحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي مجالس المحافظات بلا شك سوف تطالب باستحقاقاتها وسوف تطالب ب يعني دورها المناط بها طبقا للدستور. فالدستور حقيقة الدولة الاتحادية يفترض أن تكون يعني دور الوزارات أقل من دور مجالس المحافظات وأقل من دور المحافظ. صحيح الآن مجالس محافظات ما موجودة، لكن موجود يحل محلهم اليوم المحافظ ونائب المحافظ ورؤساء أو مدراء الوحدات الإدارية. الآن هذول يعني يقومون بنفس المهمة اللي كان يقوم بها مجلس المحافظة. ولذلك يعني احنا لو نغير فلسفة نظام الحكم وشكل الدولة حتى نطابقها مع الموازنة، لو نغير الموازنة ونخليها تتطابق مع فلسفة الدولة ومع شكل الدولة المعتمدة في العراق. طيب، أعتقد هو هذا الخلل الجوهري اللي يصيب الموازنة وربما دفع يعني سكان المحافظات لعدم القبول بهذه الموازنة، وربما هو هذا واحد من الأسباب الأساسية اللي عطلت الموازنة لحد هذا اليوم. يعني احنا اليوم ترى بدأنا ندخل بنهاية النصف الأول من العام، يعني الآن التأخير هذا التأخير غير طبيعي وغير معقول وغير مقبول. طيب، ربما لأنها ما رسمت بشكل دقيق وسليم وخلت من التطابق مع فلسفة الدولة الفيدرالية، ولذلك صارت هذه الإشكالية اللي ربما يمثلها السادة النواب الحاليين داخل اللجنة المالية وربما داخل قبة البرلمان. طيب، كل واحد يدافع طيب عن يعني هذه الفلسفة الفيدرالية داخل قبة البرلمان. سيادة النائب، نتحدث عن طبيعة الحراك هناك لتثبيت الملاحظات حول حجم التخصيصات، خاصة أن اللجنة المالية، لجنة الأقاليم، استضافت المحافظين مع ورود معلومات عن الامتناع عن التصويت. إذا ما بقي الحال على ما هو عليه الآن، هل هنالك لربما إعادة نظر وإن كنا نتجاوز المدة الزمنية؟ يعني أنا أعتقد هو دكتور إذا تسمح لنا نحيل السؤال إلى السيد النائب. تفضل أستاذ محمد. سيادة النائب تسمعني؟ استضافنا السادة المحافظين كل المحافظات باستثناء اقليم كردستان واستمعنا الى مطالبهم ولتخصيصاتهم. نعم ايه، فهنا قضية اللجنة المالية هي حقيقة إجراءات اعتيادية وهي غير متأخرة وغير متلكة، لكن هي تحتاج إلى أن تستمع لكل أصحاب الشأن، كل التنفيذيين من وزراء إلى مدراء عامين إلى مؤسسات، كل محافظين، كل الذين لهم علاقة
القضايا المالية والإحصاءات المالية. هذا طبعا عمل اللجنة المالية. سيادة النائب، بينما يكون الاتصال بشكل أوضح اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور نديم الجابري. دكتور نديم، نتحدث عن التجاذبات اللي أشرت حضرتك إلى التوقيتات. تجاذبات، هل راح تسقط من قضية التوقيتات الزمنية لغرض الإسراع في تمرير الموازنة؟ هو أولاً هو هنالك مخالفة دستورية بتأخير الموازنة إلى الشهر الخامس، يعني واقعاً طبقاً لنصوص الدستور كان يفترض الحسابات الختامية تقدم في أيلول 2022 والموازنة تقدم في الشهر الأخير شهر 12 من 2022، فهي التوقيتات هنا أصلا ضربت والتأخير كبير جدا. طبعا هذا السبب يعني أسباب كثيرة الحقيقة. إحنا ستحدثنا يمكن واحد من الأسباب هو غياب فلسفة الدولة، يعني ماكو مطابقة بين فلسفة الدولة وشكلها وبين الموازنة. لكن أيضا هنالك أسباب أخرى اللي هي يعني لم تحتكم القوى السياسية والحكومة إلى المعايير الموضوعية في توزيع الثروة. إحنا عندنا معايير، المعايير بعضها موجود في الدستور وبعضها موجود في العرف وفي التقاليد السياسية. يعني احنا المعيار في توزيع الثروة هو يعني الانحياز يكون للمحافظات المظلومة، المحافظات المظلومة اللي او اللي هي اكثر حرمانا من غيرها. يعني انت عندك اكثر محافظتين محرومة ومظلومة في نفس الوقت هي محافظة السماوة ومحافظة الديوانية. هذه حقيقة هي أكثر محافظتين يعانيان من الفقر، وبالتالي ملزمين بموجب الدستور أن تخصص لها تخصيصات تعوضها سنوات الحرمان أو تنهض بها من حالة الحرمان. هذا المعيار الحقيقة يبدو لي لم يؤخذ بنظر الاعتبار. مثلاً عندك قضايا اعتبارية، مثلا بغداد بشقيها، بغداد العاصمة وبغداد المحافظة، بلا شك هذه عادة تكون لها حصة الأسد لكونها عاصمة العراق وواجهة البلد، وبالتالي يجب أن تخرج يعني مجالس محافظاتها ومحافظاتها وعاصمتها بطريقة لائقة بالبلد، وهذا لن يكون إلا بتخصيصات كبيرة لهذه المحافظة. أيضا عندنا ظهرت حالة أخرى هي المحافظات المتضررة. أكو محافظات تضررت من جراء العمليات الإرهابية، يعني هذه أيضا مثل الموصل، مثل الأنبار، مثل صلاح الدين، مثل إديالة، هذني أيضا تضررا كثيرا من جراء الأعمال الإرهابية، وبالتالي هذا المعيار أيضا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عندما نوزع الثروة بين المحافظات. وبالتالي أيضا هناك نسبة حرمان وفقر في المحافظات الأخرى، محافظات الجنوب، محافظات الفرات الأوسط، يعني كل واحدة لها نسبة. هنا لازم يعني وزارة التخطيط عندها مقاييس دقيقة تقيس به مقدار الضرر اللي ألحق بالمحافظة وش قد نعوضها، مقدار المحرومية لهذه المحافظة، مقدار الخدمات، مقدار يعني الأمور يعني يجب أن تؤسس بطريقة علمية مخططة حتى لا يحدث مثل هذا الاشتباك. يعني هذا التخطيط أو حسن التخطيط أو حسن إدارة التخطيط سيادة النائب يتحدث عنه الدكتور نديم الجابر. يسأل حضرتك عن تعزيز موازنات الوزارات على حساب المحافظات، ما المخاطر اللي راح يشكلها هذا الموضوع، خاصة وأن هنالك إشكال في طبيعة المشاريع اللي تنفذها الوزارات كون أغلب هذه المشاريع متلكئة؟
نعم، هو بالضبط هذا اللي قلت لك عليه بالبداية، أنه مشاريع الوزارات في المحافظات أغلبها هي المشاريع المتنكية، أما مشاريع اللي تقوم بها أو تنفذها المحافظات مستمرة ومنجز منها بنسب متفاوتة 20%، 50%، 80% إلى آخره. أما التلكؤ الحقيقي فهو حاصل بمشاريع الوزارات، لكن هو هذا إلى جنبه، يعني جنبه تركيز عمل أو جنبه تغليب المركزية، وهذا أعتقد غير صحيح وراح يخلق مشاكل للحكومة في المحافظات، كون المحافظات يعني بحاجة إلى مبالغ كبيرة، بحاجة إلى متابعة ميدانية من نفس المحافظة. أما الوزارات عندما تتشتت جهودها هنا وهناك تحتاج إلى الكثير من الكادر، إلى كثير من الأمور، الدعم اللوجستي إلى آخره. لكن احنا أنا أرجعك إلى موضوع أيضا يخص الموازنة. الموازنة الحقيقة كثرة التلكؤات السنوات السابقة وإهمال أمور كثيرة أدى إلى وضع الحكومة الحالية في حرج شديد، من الدرجات الوظيفية إلى قضية محاضرين مجانيين، إلى قضية حشد الدفاع، قضية الصحوات. هذه أمور كلها لم تعالج منذ سنوات عديدة. اليوم وضعت الحكومة أمام عجز أو أمام موازنة تشغيلية بلغت 75%، وهذا الرقم خطر، هذا الرقم غير صحيح، هذا الرقم غير سليم. يعني الدول المتقدمة ميزانيتها التشغيلية 10%، 12%، 18%، أما 75% فهذا رقم جدا عالي. والموازنة التشغيلية 25%، رقم منخفض، بالإضافة إلى عجز 30%. يعني الأرقام الحقيقة مخيفة، لكن هذا أنا أعتقد يعني أجبر الحكومة على أن تكون الموازنة خلينا نسميها بعبارة غير رصينة، وهناك ضغوط قوية من الشارع على الحكومة باتجاه الموازنة وتضمين أمور كثيرة في الموازنة. حتى احنا كنواب نطالب بتضمين الكثير من الفئات مثل المحاضرين المجانيين، مثل حشد الدفاع، الصحوات، وكل الفئات التي خدمت، قسم منها خدمة 15 و16 سنة في الدوائر، لكن لحد الآن لم تقر لها أو لم يجري تعيين أصحاب هذه العقود برغم من عبورهم ل 15 سنة، واللي هي من حق المواطن أن ينحال على التقاعد بالقانون الجديد. 15 سنة يحال تقاعد من حقه إذا أكمل ل 15 سنة، لكن لحد الآن لم يتم تعيينهم أو صدور أوامر أو تخصيص درجات وظيفية لهم. فهذه كلها إشكاليات حقيقة نتيجة التراكمات السابقة. طيب دكتور نديم، نتحدث عن مطالبات أو المطالبة باستحقاقات البترودولار، يعني هل هو من أضعف تخصيصات المحافظات المنتجة، خاصة وأنه قانون مشرع وفي فترات سابقة استفادت من المحافظات، اليوم نشوف ليش مدمج بهذه الطريقة وحصة محافظة واحدة في السابق أصبحت اليوم أقل من هذه الحصة لكل المحافظات المنتجة للنفط؟ لا، هذه قصة البترو دولار هذه استحقاقات قانونية للمحافظات المنتجة للنفط، وبالتالي هذه لا تربط بالتخصيصات العامة اللي تخصصها الحكومة إلى المحافظات. هذا دخل إضافي للمحافظة فوق التخصيصات المقررة قانونا بقانون الموازنة، وبالتالي لا يجوز الربط بين هذه وتلك. تلك استحقاقات وهذه أيضا استحقاقات، لأنه وهذه الاستحقاقات البترودولار يعني ما وضعت اعتباطا، وإنما أيضا وضعت لمعالجة بعض الأضرار الناتجة عن إنتاج النفط
يعني تحتاج المحافظة هذه إلى تحسين البيئة، زيادة المساحات الخضراء، التشجير، هذه يعني أمور كثيرة، يعني ربما أيضا معالجة بعض الأمراض اللي ممكن تكون آتية من هذه من هذا الإنتاج، وبالتالي الربط ما بين البترودولار وتخصيصات الموازنة أعتقد هذا ربط غير سليم وغير قانوني أيضا، وبالتالي يعني نعود إلى المعايير الموضوعية اللي تحدثنا عنها وقلنا يعني معايير اللي ذكرناها قبل قليل، لكن ممكن أن نضيف إليها معيار آخر اللي هو عدد سكان المحافظة، وهذا أيضا راح يرجعنا إلى خلل أكبر. سيجي واحد يقول يا بقى أنتوا لحد الآن ما سويتوا تعداد إحصاء سكاني، زين شو راح نعرف هاي المحافظة سكانها بالضبط هالقد؟ يعني كل الاعتماد على البطاقة التموينية، وما أعرف هسه البطاقة التموينية شقد دقيقة، يعني بها جانب من الدقة لكن يعني ليست إحصاء رسميا، يعني تبقى هي ليست إحصاء رسميا. ف يعني المعايير حتى من تريد تطبقها المعايير الموضوعية أيضا تواجهك مشاكل فرعية، تريد تطبق مثل عدد السكان تواجهك مشكلة الإحصاء السكاني، مو الآن أكو مشكلة أخرى يبدون يعني يتجاوزون على حصة المحافظات في ما يتعلق بالبترو دولار. طيب لماذا؟ ما هذا استحقاقهم، وهذا يعني مشرع بقانون ومشرع بنصوص، وبالتالي لا يجوز أن يعني تم إيقاف البترو دولار. طبعا هي صارت هذه المشاكل في عهد السيد العبادي، ويعني لأسباب مفهومة، يعني الحرب والعدوان والتنظيم داعش الإرهابي والضغط على الموازنة، كان في وقته ضغط شديد ربما حتى تم تقليص الرواتب والأجور وغيرها، فيعني انتهى هذا الظرف الآن، يعني الآن المفروض نعود إلى السياقات الطبيعية اللي تعطي للمحافظة تخصيصاتها اللي تتناسب مع عدد سكانها ومع نسبة المحرومية ومع أهمية المحافظة، ويعني ربما تدخل أيضا أبواب أخرى في هذا المجال، تعطى ضمن هذه السياقة وضمن فلسفة فيدرالية وليس ضمن فلسفة الدولة البسيطة اللي تحكم من حكومة مركزية. لا، أنت بما أنه أخذت بالفيدرالية إذن يجب أن تزيد تخصيصات المحافظات على حساب تخصيصات الوزارات. طيب. سيادة النائب، نتساءل عن الوقت الكافي لإقرار هذه الموازنة، وبالإضافة إلى أنها موازنة الثلاث سنوات، هل هذه الفقرة راح تخلي تأخذ أكثر من الوقت اللازم؟ أي فقرة تقصد بالضبط؟ فقرة الثلاث سنوات، لمدة ثلاث سنوات، هل هذا الموضوع راح يخليها تأخذ وقت أطول؟ أعتقد أن ستكون التصويت على الموازنة في نهاية الشهر الحالي إن شاء الله. إن شاء الله. لا، موضوع الثلاث سنوات لن يؤثر. الموضوع الإقرار أنا أعتقد في نهاية الشهر الحالي سيتم إقرار الموازنة، واليوم إذا لاحظت قام السيد رئيس مجلس النواب بتمديد مدة الفصل التشريعي لمدة لا تتجاوز الشهر لحين إتمام إقرار الموازنة، أي أنه في برج الشهر يجب إتمام الموازنة. أما بالنسبة للتوقيت المعلن أنه يوم 10/5 يكون إتمام، الإتمام هنا ليس تصديق الموازنة، لكن إنهاء الاستضافات وأخذ الجهات ذات العلاقة. بعدها ستقوم اللجنة المالية بعمل مناقلات واقتراحات تعديلات تعرض على الحكومة، فإن وافقت الحكومة ستعرض للتصويت، وأعتقد هذا سينتهي خلال نهاية هذا الشهر إن شاء الله. إن شاء الله. السيد محمد الشمري، مدة السنوات الحقيقة سبق أن ذكرت لك أنه لوزير هيئة المالية والتخطيط حق التغيير
مدة تغيير بنسبة 5% خلال السنوات القادمة. نعم. لحق وزيري المالية والتخطيط. نعم. مرة أخرى الشكر الجزيل لحضرتك السيد محمد الشماري النائب عن ائتلاف دولة القانون، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل البقاء معي في الملف الآخر دكتور نديم الجابري كي نتابع في الملف الآخر. مشاهدي الأحبة كونوا معنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور نديم الجابري، وكذلك أرحب بالدكتور علاء القصير الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيوف الكرام. دكتور نبيل، نتحدث عن ضبط المنصة الإلكترونية لإيقاع تمويل التجارة الخارجية في القطاع الخاص، هل ستضبط المنصة هذا الإيقاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وتحية عفواً دكتور علاء، تفضل معذرة دكتور نديم. يعني كثر الحديث يعني على مسألة المنصة الإلكترونية، وبالفترة الأخيرة هناك بعض يعني بعض الأحاديث أيضا فيما يتعلق بمسألة عدم تنفيذ يعني التعليمات أو فيما تم يعني بصدد الاجتماعات الأخيرة اللي حدثت في أو اللي أقيمت في تركيا بين الجانب البنك المركزي والجانب الأمريكي. يعني 24 ساعة المضت كان هناك بعض التصريحات أنه لا زالت هناك بعض المشاكل، لا زالت هناك بعض الخروقات من قبل البنك المركزي أو يعني بعض البنوك هي المتعلقة بمسألة تحويل الأموال. ضبط المنصة من عدمها يعني أعتقد أنا شخصيا ما أقدر أقدر هذه المسألة، لأنه تعتمد على يعني ما تم يعني الاتفاق عليه بين الجانبين، لكن لا زلنا بحاجة ماسة إلى من يظهر على شاشات التلفزيون أو على شاشات القنوات التلفزيونية ليتحدث عن ما هي الشروط التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية، وما هي الشروط الخاصة بمسألة التجارة مع الصين الشعبية، خصوصا وأنه أغلب يعني أكثر من 70% أو 80% من القطاع الخاص اليوم يعتمد على تجارته مع الصين. وهذه هي المشكلة الرئيسية، يعني إيضاح حقيقي حول مسألة المنصة الإلكترونية لا زال يشوب يعني بعض التشويه، وقد نحتاج إلى ثقافة جديدة فيما يتعلق بهذه العملية الخاصة بتجارة القطاع الخاص أكثر من ما تعني التجارة مع قطاع الدولة. طيب دكتور نبيل، التصاعد التدريجي لمبالغ مزاد العملة، هل قلص اللجوء لسوق العملة الموازي؟ يعني قصة المنصة يعني وتأثيرها، أولا خلينا نعترف أنه المنصة هي ربما جاءت بسبب الضغوط الدولية، لكن إلى أي حد استفادت منها البلاد؟ أنا أعتقد البلاد استفادت من المنصة الإلكترونية. صحيح أنه أزمة الدولار أزمة ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأساس وذات أبعاد اقتصادية بالدرجة الثانية، يعني التقلب اللي صار وارتفاع قيمة الدولار خلال الأشهر الماضية كان سببه الرئيسي أو أسبابه الرئيسية أسبابا سياسية، وإضافة إلى يعني القضية يعني غير الدقيقة اللي كان يدار بها مزاد بيع العملة وغيره. وبالتالي يعني المنصة أعتقد ساعدت
ساعدت إلى حد ما بالسيطرة على أسعار الدولار، وربما قللت شيئا ما من نسبة تهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق، والسوق الموازي أيضا أصبح قريب إلى السوق الرسمي. ولكن تبقى هذه المعادلة تبقى معادلة هشة إذا لم نصحح أسبابها أو نعالج أسبابها السياسية. أسبابها السياسية تتعلق بحراك العراق بالمحيط الدولي والمحيط الإقليمي وتعاطي مع الأزمات اللي تظهر هنا وهناك في الإقليم أو في العالم. وبالتالي يعني أعتقد كانت المنصة مفيدة، أوقفت كثير من البنوك وعطلت كثير من قدرات التهريب، وبالتالي أعتقد بالنتيجة النهائية كانت عملية مفيدة للبلد، وأتصور يعني من الضروري الإبقاء عليها والمحافظة عليها حتى يعني يتم معالجة الأزمة سياسيا. هنا نتحدث أيضا دكتور علاء القصير عن التصاعد التدريجي أو عن الإجراءات الرقابية، هل هي عززت من موقع العراق في التعاملات المالية والاقتصادية؟ نتحدث هنا عن المستوى الدولي. نعم. عفوا دكتور نديم، خلينا أذهب إلى الدكتور علاء القصير لو سمحت لي. نعم. يعني بداية أعتذر بعدم تقديم تحية لأستاذي أو معلمي السياسي الأستاذ جابر بديم الجابري، لك كل التحايا. أرجع أقول يعني اليوم يعني مسألة الدولار والدولار الموازي وأمور أخرى تتعلق بالدولار، اليوم الدولار يا أخي العزيز أصبح سلعة كأي سلعة من السلع الموجودة اليوم بالسوق. يعني ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار يعني يتعلق بكمية العرض والطلب اليوم اللي احنا نلاحظها بالسوق. الأستاذ نديم يعني يعزي هذا الأمر إلى يعني الأسباب السياسية، يعني قد يكون الأسباب السياسية تأثير فيما يتعلق بهذا الارتفاع، لكن يبقى الأمر يعني وأنا دائما أتحدث على هذه النقطة وهذه الفقرة، يعني مسألة إدارة المال اليوم عندنا مسألة تحتاج إلى تحديث في العقلية، تحديث في الإجراءات، تحديث في النمو الخاص يعني الموازي للعملية الاقتصادية اليوم اللي احنا نشوفها داخل البلد. الشطر الثاني اليوم موقع العراق يعني على المستوى العالمي والمستوى الدولي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي أو زيادة الدخل القومي، أعتقد لا زالت هناك بعض العلامات، يعني بعد أن يكون لدور الدوائر الاقتصادية العراقية سواء داخل البنك المركزي أو داخل يعني المحافل الاقتصادية الأخرى، متى ما كان هناك جدية فعلا في السيطرة على مفاصل كثيرة فيما يتعلق بالسياسة المالية، أكيد سنخرج من هذه الفجوة اليوم اللي يعيشها الاقتصاد العراقي، أو أنا أسميه يعني أسميه التخلف في إدارة المال العراقي. طيب هذا التخلف في إدارة المال اللي تحدث عنه الدكتور علاء القصير، أسأل حضرتك دكتور نديم عن يعني أتمتت التحويلات الخارجية بالكامل، لما إحنا ما نواكب هذه الدول، إذا ما أردنا نتحدث عن الأتمتة ضمن القواعد والقوانين سواء العراقية أو الدولية، هل يحتاج إلى شراكة مع الجهات الرائدة في هذا المجال؟ شلون تكون طبيعة الجهود ضمن هذا المسار؟ شوفوا أنا يعني كثيرا ما أعول على الأبعاد السياسية للمشكلة، وبالتالي جزء من المشكلة لأي إجراء أتمتة غير الأتمتة، المنصة غير المنصة، دائما نحتاج إلى العنصر البشري الموازي أو المعادل البشري لهذه الأفكار. يعني إحنا عندنا هاي المشكلة اللي استمرت تقريبا من بداية العملية السياسية ولحد الآن، اللي هي أنا أسميها إقصاء كفاءات العراق من المشهد السياسي ومن المشهد الإداري.
هذا الإقصاء يعني دائما يسبب خلل، لأنه إذا تصير مواقع حساسة ومهمة وذات طبيعة فنية صرفة، يعني مو ذات طبيعة سياسية، ولكن يتم توليها على قاعدة الولاءات، وبالتالي يعني هذا الخلل في عدم توفير المعادل البشري للخطوات الإصلاحية، هذا يعني خلينا ندور في حلقة مفرغة، وبالتالي لا نتمكن من النجاح مهما كانت الأفكار عظيمة، لكن يبقى العنصر البشري المعادل هو الذي يتسبب في النجاح أو في الفشل. يعني وين راحت العقول الاقتصادية العراقية الجبارة؟ العراق فيه كنز من العقول السياسية بكنز من العقول الاقتصادية، لكن للأسف الشديد لم تأخذ دورها في إدارة الملفات. يعني لو هذا الملف الاقتصادي يوضع بيد يعني فقهاء الاقتصاد من العراقيين وأهل الخبرة وأهل الدراية بعيدا عن التسييس، راح تشوف هنالك حلول ومخارج واقعية وعملية، وبالتالي تبدأ المسارات تصحح من تلقاء نفسها. إذا استمرينا على هذا المنوال، يعني تم مشهد الإقصاء، استمر مشهد الإقصاء للكفاءات العراقية، وهنا بالتحديد الكفاءات الاقتصادية، أعتقد أن الأفكار المرافقة ما راح تأتي بالنتائج المتوقعة، يعني تسوي أتمتة، تسوي المنصة، لكن بدون أن تأتي بعناصر اقتصادية مرموقة لا يمكن أن تتلمس حلولا نهائية، راح تبقى طيب. حلول ترقيعية ومؤقتة. يعني لما نتحدث عن هذه الحلول دكتور علاء، نتحدث عن حصر التبادلات المالية الكبرى بنافذة واحدة خاصة لرقابة مشددة أو خاضعة لرقابة مشددة. هل الحد من عمليات كبح الدولار وغسيل الأموال العابرة للحدود راح تتحقق عبر هذه الآليات؟ يعني سبق أن تحدثت وقلت لا زالت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية في مسألة التحويلات الخارجية. يعني أنا البارحة أسمع أخبار هناك مشاكل مع الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي، هناك بعض الخروقات، لكن يعني كمية هذه الخروقات أو نوعية هذه الخروقات هل هي يعني مشابهة للخروقات السابقة اللي كانت تحدث في مكاتب الصيرفة أو بعض البنوك يعني الخاصة؟ يعني هي إحدى المشاكل الرئيسية، قلت لك أستاذ العزيز، هي مسألة يعني مسألة السيطرة، مسألة المتابعة، مسألة يعني مسألة الحفاظ اليوم على المال العام. الدولة يعني أعتقد يعني الأجهزة الرقابية سواء كانت داخل البنك المركزي العراقي أو داخل وزارة المالية، يعني مدى تكون لها السيطرة الكاملة على عن كل مجريات الأمور التي تحدث داخل يعني داخل يعني الدائرة الاقتصادية. وبالتالي نعم هناك خروقات، نعم هناك مشاكل، لكن هذه المشاكل قد تكون أقل بنسب عالية عما كان يحدث قبل القرارات الأخيرة اللي نتحدث عنها في مسألة النافذة ومسألة التحويلات ومسألة غسيل الأموال. اعتقادي الشخصي هناك 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 مشاكل، نعم هناك مشاكل يجب يعني السيطرة عليها ويجب مراقبتها، وإلا بالتالي سنعود إلى يعني نقطة الصفر مع السادة المشرفين والمستشارين في الفيدرالي الأمريكي، ونرجع إلى المشاكل اللي حثت في السوق واللي يعني خربت كل ما إلى علاقة، أنا خلي أسميه القطاع الخاص والطبقات الفقيرة. نعم. يعني كثرة المشاكل وزيادة الأسعار اللي حثت، وإذا أردنا نأخذ الجانب الحكومي أو الجانب التنفيذي، يعني لحد اليوم الأسعار ثابتة كما كانت، يعني كما كان الدولار ما كان سعره 170 أو وصل 176، اليوم الدولار 146، لكن المشكلة بقت على حالها بما يتعلق بالأسعار. لذلك أنا أقول يعني مسألة الرقابة المالية سواء كانت من الأخوة في وزارة المالية أو البنك المركزي
أو حتى داخل المصارف الحكومية لا زالت يعني بحاجة ماسة إلى تحديث وإلى يعني تغيير في يعني مفاصلها الرئيسية. نعم. نحتاج إلى مثل ما تفضل الأستاذ الجابري نحتاج نعم. إلى تغيير، وقد يكون هذا التغيير شامل، وسيد رئيس الوزراء أعتقد لديه كل المعلومات الخاصة في من هم يعني من هم المسؤولين عن عرقلة مثل هكذا أمور تتعلق بقوة المواطن وتتعلق ب نعم. يعني دخل المواطن، وهذه مشكلة حقيقة بحاجة ما سألها. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علاء القصير الخبير الاقتصادي أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر الأوفر لجنابك الدكتور نديم الجابري النائب السابق والسياسي المستقل، اشتركت معنا في الملفين، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.